لو أن إنساناً أطبق شفتيه وأخذ يقرأ، فهل هذا كلام؟ ليس بكلام بإجماع أهل العلم. وكان يذكر لنا شيخنا الشيخ حسين آل الشيخ أنه وقف على قراءة أحد الناس ممن درسه من إحدى البلدان العربية وكان يطبق شفتيه وهو يقرأ، ذلك لكونه إيش؟ لكونه أشعري. إن الأشاعرة يرون أن الكلام هو الكلام النفسي، فلكونه أشعري هذا عنده أنه كلام، فلو قرأ دون أن يتكلم فقط قراءة في نفسه، فلأن هذا كلام عنده فإنه يصحح هذا لنفسه، ولكن بإجماع أهل العلم أنه لا بد أن يتكلم بما يصدر من صوت وحرف، كما أن كلام الله على الحقيقة وليس هو كلام نفسي. لكن إذا وجدت أشعريا ممن يدرسك في الفقه ورجح القول بأنه يتكلم، أو قال ليس رجح لأنه لا خلاف، لو قال إنه لا بأس عليك لو أنك لم تحرك شفتيك أو لم يحصل منك كذا وكذا، فاعلم أنه لأنه يمشي على عقيدة الأشاعرة وبإجماع أهل العلم رحمهم الله أن الكلام على الحقيقة.